احتفل المسلمون في مختلف المناطق اللبنانية بعيد الأضحى المبارك بإقامة النشاطات الترفيهية والمهرجانات المتنوعة. نعم، اللبنانيون يحتفلون بعيد الأضحى المبارك آملين أن تتحسن الأوضاع في بلادهم الاقتصادية والمعيشية وأن يعم الاستقرار والازدهار في أرجاء وطنهم كافة. تنطلق الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك وتتوزع على معظم الأراضي اللبنانية الحفلات الغنائية للنجوم اللبنانيين والعرب والعالميين والمهرجانات المختلفة التي تحييها المناطق والجمعيات والمؤسسات الخيرية بعد انقطاع دام سنتين بسبب وباء كورونا، لتشكل بارقة أمل للبنانيين وسط أجواء من الفرح والتسلية في ظل الأزمات المتراكمة التي تمر بها البلاد. فالشعب اللبناني يصر على نشر السعادة والفرح والإيمان مهما قست الظروف واشتدت الأحوال. وإن شاء الله ترجع الحركة لبيروت لكل لبنان يعني، وعاملين حركة لوحات وشغل حلو، فبنتأمل تزورونا ونتأمل يصير في حركة اليوم وينعاد على الجميع. أجواء حلوة، موسيقى حلوة، ناطرين الأجانب واللبنانية وكل العالم. وها هي العاصمة بيروت تستقبل الزوار لتكون مساحة ترفيهية وموسيقية مليئة بالنشاطات المميزة مخصصة للكبار والصغار، من حيث سوق المأكولات الشهية والتسوق والألعاب المنوعة. أضحى مبارك للجميع، بنتمنى ينعاد على لبنان وعلى كل العالم بظروف أفضل، وعم ننظم هالمهرجان كرمال نفعل السوق ونقدر ندخل هيك شوي البهجة بقلوب الناس، نقدر نحرك العجلة الاقتصادية. بتعرفون الظروف اللي عم نمرق فيها نحن بهالأيام صعبة كتير. الهدف أنه على طول نخلق جو حلو من الفن والبسط على وجه العالم وعلى وجه الأولاد، أنا برسم كمان على وجه الأولاد. بالرغم من كل الأزمة والأوضاع يلي المعيشية اللي شوي صعب المرئين فيها. أما ما يميز عيد الأضحى هذا العام فهي نسبة السياح والمغتربين المرتفعة التي تنعش الحركة الاقتصادية وتضفي نوعا من التفاؤل والرجاء في النفوس، ليستعيد لبنان دوره كمنارة للشرق ومركز للتسلية والرفاهية. اشتاق لبنان لمظاهر العيد والفرح، اشتاق لأهله وناسه وضيوفه، وها هو عيد الأضحى المبارك يحل عليه جامعا الأحبة للدعاء والصلاة والاحتفال. لتلفزيون البحرين، إلينا بونام مراد، بيروت.